أما بالنسبة للعلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، بين مصر وسلطنة عمان، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. مرحبا بك يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك والسادة المشاهدين. لأي مدى التطورات ما بين مصر وسلطنة عمان إلى حد ما ممكن إن احنا نقول عليها إن هي تطورات مرضية بالنسبة لحجم الاستثمارات والتجارة ما بين الدولتين؟ بكل تأكيد ما يشهده العالم وبالتحديد المنطقة العربية في الوقت الحالي نقدر نقول عليه كده، هو تأصيل للموقف العربي تجاه القضايا الدولية بشكل أساسي والقضايا الاقتصادية بشكل خاص، بالإضافة لتأصيل إن هو وتأسيس لمرحلة تعاونية عربية خالصة خلال الفترة المقبلة على المستوى الاقتصادي. فاحنا هنلاقي انه على المستوى العالمي دلوقتي في تخارج وفي تخبط واضح في ملف الاستثمارات الدوليه، من المؤكد انه الجانب العربي بيعيد ترتيب اولوياته في ضوء نقل بعض الاستثمارات من الغرب ومن الاسواق الامريكيه والاوروبيه بالتحديد الى المنطقه العربيه مره ثانيه واعاده صياغتها في ضوء المتطلبات العربيه العربيه. وبالتالي هنشهد المرحلة اللي جاية مش بس سلطنة عمان، لا ممكن نلاقي كمان تأصيل وتأسيس لعدد من الشراكات، يمكن نقدر نقول بدأت بزيارة سلطنة عمان لمصر وعقد عدد من الاتفاقات، يمكن أهمها قطاع من القطاعات الاستثمارية الخاصة باللوجستيات وعدد من القطاعات الصناعية والقطاعات الزراعية، وده اللي يمكن يؤسس لزيادة مضطردة في حجم الاستثمارات. احنا بنتكلم في حدود تبادل تجاري في حدود ال 2 مليار دولار، متوقع ان هو يزيد بمعدل يتجاوز ال 30% خلال 2023 2024. طيب بالنسبة للاستراتيجية الخاصة بالسياحة ما بين الدول العربية، لأي مدى هذه الاستراتيجية هتزيد من حركة السياحة والاستثمارات بين الدول العربية بشكل عام بعد يعني هذا التوجه وتشجيع السياحة بشكل عام في الدول العربية؟ بكل تأكيد هو الاتجاه نحو تأصيل التعاون ما بين الدول العربية هيفتح المجال مش بس أمام السياحة فقط، ولكن أمام السياحة والقطاعات المختلفة. يمكن السياحة هتيجي في مقدمة هذه القطاعات نظرا لسهولة التعامل فيها وزيادة التبادل ما بين الدول العربية وبعضها البعض، نظرا للمسافة الجغرافية والثقافات العربية المتقاربة، وبالإضافة للإمكانات الكامنة في والتنوع الكامن اللي موجود في المنطقة العربية كلها. فهنلاقي نمط السياحة موجود في دول الخليج مختلف تماما عن اللي موجود في مصر، اللي موجود في مصر مختلف تماما عن اللي موجود في الخليج وموجود في المغرب، وبالتالي هيدي فرصة أكتر لتعزيز الاستفادة من الفرص السياحية والفرص الكامنة في كل الاقتصادات المختلفة. يمكن هيساعد ده هو الوضع اللي موجود في العالم كله، هو وضع مربك قد يؤدي بشكل كبير إلى زيادة حصيلة حجم السياحة والوفود السياحية لمصر والدول العربية ككل. هناك أيضا يا دكتور فرج توقعات وهناك دراسات كمان بتقول أنه سلطنة عمان ومصر هما الأكثر سرعة في النمو خلال السنوات اللي فاتت، وبالتالي احنا حجم التوقعات بالنسبة للتبادل التجاري الفترة المقبلة ما بين البلدين بالذات طبعا بعد التطورات الأخيرة وبعد الزيادة وبعد هذه الزيارة، توقعاتنا ايه؟ يعني في ضوء البيانات الرسمية الحالية احنا بنتكلم في حوالي صادرات مصرية في حدود ال 202 مليون بتستحوذ عليهم بشكل كبير الخضار والفاكهة وبعض الأجهزة البصرية وعدد من الأنواع الأجهزة الكهربائية والمنزلية. أعتقد أنه ممكن الرقم ده يزيد بمعدلات تتجاوز 30% خلال العام المقبل، بالإضافة طبعا إلى أنه في توجه في سلطنة عمان إلى التوسع مع الدول العربية اللي لها باع كبير في مجال اللوجستيات والنقل البحري وتكنولوجيا بناء الموانئ إلى آخره، وبالتالي هنشهد توسع واضح في ملف الاستثمار ما بين البلدين. بنتكلم في حدود 700 مليون دولار استثمارات مصرية موجودة بالفعل من أكثر من سنتين في عمان،
متوقع انه يكون في استثمارات بينيه ما بين البلدين تتخطى ال 2 مليار دولار خلال الفتره اللي جايه، لا تتجاوز سنتين. يعني بنتكلم في حدود سنتين هيزيد المعدل او التبادل التجاري في حدود 30% او 33%، هيقابلوا الناحيه الثانيه زياده في حجم التبادل والاستثمارات البينيه ما بين البلدين تتخطى ال 50% خلال الفتره اللي جايه في حدود سنتين. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور فرج عبد الله، استاذ الاقتصاد وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والتشريع.